بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. استكمالا لموضوع أمس، نقول إن المال مهم في حياتنا، وجعله الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد، وجعل له نظاما، فبذلك كان هناك حلال وحرام، فحرم الله تعالى السرقة والغصب والخداع في البيع أو الغش. ومن الأشياء التي أكد الله على تحريمها هي الربا، والربا كان متعارفا عليه في الجاهلية، أن الرجل يستدين من آخر متمكن ويضرب له موعدا للوفاء، يعني الدين يبدأ قرض حسن في البداية، وبعد مدة إذا جاءت حل الموعد يقول له مثلا هذا داين منك مبلغ كذا لمدة سنة وجت السنة، إذا حل الموعد وليس عنده ما يوفي دينه يقول له زد في الأجل وأربي، أربي يعني خلي زيادة، فيتفقون على زيادة مقابل زيادة في الأجل. هذا هو الربا الجاهلية الذي كان متعاملا به، وهو نفسه الذي يسمى الآن الشرط الجزائي. الشرط الجزائي في الديون محرم قطعا لا خلاف فيه، وهو نفسه ربا الجاهلية، فينبغي اجتنابه قبل الربا المتعارف عليه الآن. أم أحمد من كركوك، تفضل أم أحمد. عليكم السلام، مرحبا. شلونك شيخ؟ هلا بيكم، حياكم الله. هلا شيخ، أنا أختي نذرت نذر طليا. نعم. فما عندها يعني ما عندها أحد يجيب لها، فهي ساكنة بالمخيم، فيصير تدفع فلوس بدالها للفقرة. والله لا، لازم تلتزم بنفس النذر، نذرته لابد من النحر ما دام نذر طليا، فتنتظر إلى أن يتهيالها. زين شيخ، أكو دعوة لا ترد يعني بيوم الجمعة بين الآذان والإقامة، ياهو أمتى يعني الآذان والإقامة؟ الدعوة التي لا ترد ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعينها النبي عليه الصلاة والسلام، فبين الأذان والإقامة يعني أذان صلاة الجمعة. نعم، يعني أذان الظهر. أي هذا يعني استنباط لبعض العلماء، والراجح أنه قبل غروب الشمس، يعني عند اصفرار الشمس، يعني حد أذان من أذان الظهر لحد اللي تنتهي خطبة الجمعة. نعم، إن شاء الله أجيش بالجواب، بس أتلقى اتصال إن شاء الله. الأخ أبو ضياء من بابل، تفضل أبو ضياء. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين. شيخنا عندي ثلاث أسئلة، لا ما سيزحم عليك. مرحبتين، أهلا بك. تفسير آية في سورة هود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تفسير هاي الآية يعني من الجنة، لأن جهنم من الجنة، من الجنة. وسؤال الثاني، في أي مكان الأقوام يعني قوم شعيب وقوم صالح وثمود، يعني عندك يعني نورنا بهذا الموضوع، يعني شو يا منطقة يا بلد، بلاد مسلمة بلاد غير مسلمة، ومنهم هم يعني هذول أقوام هم منهم يعني. نعم. وأكو سؤال الثالث، في جلاد يعني القرآن الكريم مكتوب معجم غريب، تفسير هذه الكلمة إذا ما صدق معليش شيخ. معجم غريب، نعم، غريب الكلمات. نعم، جزاك الله خير. الله يحفظك، بارك الله بك. نعم، فالأخت محمد يعني هو حسب علمي اللي شايفه أنا المطلع عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن يوم الجمعة فيها ساعة
لا يقوم عبد أو ليس عبد قائم لله تعالى يدعو إلا استجاب الله له. هذا الوقت اختلف فيه شراح الحديث، اختلف فيه العلماء ببعض القرائن اللي حددها بين الأذان والإقامة، يقصد أذان الجمعة والإقامة إذا تقصدين يوم الجمعة. ولكن هناك من قال عند اصفرار الشمس قبل غروب الشمس بقليل يوم الجمعة دعوة لا ترد. أما الدعاء بين الأذان والإقامة في كل الصلوات هذا أيضا موجود، لكن غير خاص بيوم الجمعة، غير مختص بيوم الجمعة. الدعاء يستحب بين الأذان وبين الإقامة، ويستحسن أول ما تدعي يعني بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتبر دعاء، وندعو الله تعالى أن يؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. الأخ أحمد من البصرة، تفضل أحمد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، مرحبتين أخ العزيز. رمضان كريم شيخنا. يتقبل منكم صالح الأعمال، اللهم آمين. شيخنا عندي سؤالين إذا ممكن. نعم أخي. شيخنا السؤال الأول، شعر القط، هذا القط الشعر هل يبطل الصلاة والصيام؟ هذا السؤال الأول. شنو اللي يبطل؟ نعم. ما هو، ما فهمت عليك، شنو تسأل؟ شعر البزون شيخنا، هاي البزون الشعر ما شعر. ها شعر البزون او القط يبطل الصلاة والصيام؟ شعر القط ايه. هاي نعم، هاي السؤال الاول. السؤال الثاني شيخنا، انا ما متعمد كذا شهر ما صمت، وان شاء الله راح اقضيها، كم الكفارة اللي ادفعها وراء القضاء؟ ها يعني اكو شهر من رمضان ما صمت وتقضيها؟ نعم ما صمت على الاسف شيخنا، واريد ان شاء الله راح اقضيها، فكفاره هذا الشهر ايش قد راح تصير؟ وشكرا جزيلا لك. ما شاء الله، تسلمون، الله يتقبل منامكم، بارك الله بك. هلا ياتيك الجواب اخي العزيز. الاخ يحيى فهد من بغداد، تفضل اخوي يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين اخي العزيز. يستحسن تسمعني من الموبايل حتى ما يتاخر عليك صوت. نعم اسمعك من الموبايل شيخ. بخصوص القرض العقاري، اسالك على هذا القرض العقاري. نعم، قرض العقاري هذا قصة طويلة. نعم. يدفعون 50 مليون ويأخذون 5 ملايين مقطوعة، يعني ينطون 45، فهل هذا ربا وإلا؟ هذا وين موجود؟ أشوف أخرى. هذا وين موجود القرض يقطعون 5 ملايين؟ هذا من أحد البنوك اللي هي غير البنك العقاري. نعم. والله مبين شغلتها ربا، لأنه يعني مو شغلة أجور، 10% هواية. نعم يأتيك إن شاء الله التفصيل بإذن الله تعالى. الأخ أبو ضياء، نسأل الله اللطف وحسن الخاتمة لنا ولكم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الجنة، الجنة هم الجن والناس هم الأنس، يعني من الجن والأنس المكلفون بالشرائع، واللي عليهم حلال وحرام، واللي الله سبحانه وتعالى كلفهم بالشريعة وإلهم جنة ونار في يوم القيامة، هم فقط الأنس والجن دون سائر المخلوقات. الحيوانات البهائم لها شهوة وغضب وليس عندها عقل. الملائكة عندهم عقل وما عندهم شهوة ولا غضب نفسي، يعني غضب خاص من غير شكل غير نوعية، ما عندهم نفس. أما الإنسان والجن فعنده نفس وعنده عقل، فلذلك يحاسب، يعني جعل الله له شريعة. فالجنة هم الجن، هذا سؤالك الله أعلم. قوم صالح وقوم هود يعني هم قصصهم طويلة، فلازم أنت يعني تراجع بالتفسير وتراجع قصصهم، يعني هم
الحقيقة قدماء جدا. ثمود هي يعني قبيلة واللي أرسل إليهم هو صالح، نبي الله صالح عليه السلام. قوم عاد مدينة كانت بوقتها مدينة فخمة، ونبيهم هود عليه السلام. كذلك مدينة مدين أرسل إليها شعيب عليه السلام. فالأنبياء كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. نتلقى اتصال إن شاء الله ونرجع لك. من؟ أم هاجر. تفضل أم هاجر من البصرة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، مرحبتين. عندي 3 أسئلة شيخنا. نعم. السؤال الأول شيخنا، أنا دائما زوجي مريض، دائما مريض، وأنا هم وما عندنا رزق محدد، كل شغلة اللي يشتغل بها يفشل. الله يشافي، الله يفرج عنك. أقرأ المعوذات وأقرأ سورة الواقعة وأصلي على النبي واستغفار، رزقنا واقف. يا آية أقرأها رب العالمين يرزقنا. نعم. السؤال الثاني، شنو مرض ماله؟ نعم، مرضه شنو؟ مريضه شنو؟ دائما جسمه يتمرض، له حساسيه، لو يتحب. نعم. بجسمه. علواء يعني تحكي من التليفون، اسمعيني من التليفون لانك تشويش. ان شاء الله. نعم. السؤال الثاني، شيخنا مثل نمطي الفطره، ايش قد نمطيها؟ ايش قد فلوس نمطيها؟ احنا امكانيه ما عندنا، ايش لان عماله يوم يشتغل ويوم ما يشتغل. الله يقويكم. معلش يجيك الجواب. شيخنا مثل اختم القران هسه احنا برمضان اختمه، لمن اهدي؟ للمسلمين جميعا لمن اهدي؟ لموتي؟ شو اقول؟ انا ما اعرف. يعني هو مو شرط الا تهديه. لاحد. نعم. الله يبارك شيخنا. الله يبارك فيكم، هلا بكم، تقبل الله. الأخ فارس كاظم من ديالة. فارس تفضل أخو العزيز. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، مرحبتين. شيخ بلغ احنا السؤال، صلاة التراويح أخيرا ركعة دعاء ما يدعي بها الإمام، يقول مرات يعني جائز ومرات يعني تعبان، هل يجوز يعني أخيرا ركعة دعاء ما بيها؟ دعاء تقصد مال الوتر، صلاة الوتر. مال الوتر يا شيخنا. ايه الوتر. نعم، قنوت الوتر هذا مو لا يشترط يعني به خلاف، بس هو ان شاء الله يجيك تفصيل باذن الله تعالى. بارك الله. نعم، الله يوفقك، بارك الله بك. العدل. رجاء عبد الله من دياله، تفضل اخي العزيز. رجاء. الو تفضلي. هلا بكم. زوجي يريد يسحب سلفة ويقولون له يعني ما يصير عليه يعني حرام سلفة، ما لا بيت ولا بدو، عندنا نسوان اثنين. الله يعوض. وين انتو ساكنين؟ كنعان. نعم نعم، مشكلة السلف يعني كلها بيفاد ربوية. نعم يعطيك. يقولوا له ما يصير يعني حرام، احنا ما عندنا، حالتنا تعبانه وهو هم تعبان يعني ما يقدر، وماخذ نسوان اثنين النوم. الله يعينه، الله يرزقه حلالا طيبا، يدعو الله، اللهم اغنى بحلك عن حرامك، وان شاء الله ياتي الجواب باذن الله تعالى. الاخ ابو مصطفى عنبار. ابو مصطفى تفضل. حي ومرحبا. هلا بكم اخ العزيز. شيخ انا عندي سؤال. نعم. شيخ انا احنا بايام تجيبنت الناس بكركوك، قلت بس ارجع لبيتي مكان معين اروح له، وما رجعت متذكر بثلاثة ونص الفجر، ما رجعت المنطقة ولا شيء، غير منطقة بعدين يلا رجعت، يعني شفت ابر هذا نذير له شنو؟ شنو قلت؟ اذا رجعت لبيتي شو تسوي؟ يعني اروح مكان معين، احنا مدينة جدية، قلت اروح للبستان اول ما ارجع لبيتي. إذا رجعت البيت يروح البستان مثلا غير؟ إيه. أي وبعدين أنا نسيت يعني ورا 6 أشهر يلا تذكرت هذا. هذا ما يعتبر نذر. يعني شو الضع علي يعني؟ كل شيء ما عليك. يا ما علي شيء؟ لا لا.
هسه ان شاء الله يجيك لماذا وكيف ان شاء الله بعدين ان شاء الله. شيخ بارك الله فيك. مرحبا، هلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بعدنا على ابو ضياء من بابل، ما شاء الله اتصالات صارت متعاقبه واخرناك ابو ضياء. نعم. معجب غريب، هو يبدو المصحف اللي عندك يعني اعجمي، اما باكستاني اما ايراني. معجب غريب يعني هو المقصود يعني معجم للكلمات الغريبه في القران الكريم، فيصير ملحق باخر بعض المصاحف، يصير باخرها الكلمات الغريبة يفسرها. هذا ملخص مع أسئلة أبو ضياء. الأخ أحمد من بصرة، شعر القط هو نجس، يعني الشعر شعر المأكول، الأشياء التي تؤكل إذا ذبحت، الغنم البقر شعرها طاهر، الأشياء التي لا تؤكل شعرها نجس، لكن يعفى عن القليل الذي يصعب التحرز منه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة، يعني الفضلة الشراب مع الهرة، فقال هو طاهر، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلأنه القط يعني خالط الناس، فما يحصل من شعر على الثياب أو لا يضر لا بالصلاة ولا بالصوم، بس إذا كان مرئي وشفته توخره، ما شفته يعفى عنه. الصوم أكيد ما له دخل، لكن فقط في الصلاة الشيء اللي تشوفه زيله، واللي ما تشوفه يعني ما يحتاج تفتش. يقول هنا فاتت أشهر أيضا أخ أحمد من رمضان وما صام، يعني أنا أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، والله يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونتمنى أن كل واحد مقصر مع في حق الله في صلاة أو صيام أو في حق العباد أن يتوب ويرجع الحقوق. عليك قضاء فقط وما عليك غير القضاء. إذا ردت تدفع فدية فادفع فدية أطعام مسكين عن كل سنة تأخرت في القضاء، يعني أنت مثلا صار لك 5 سنين مطلوب وما قضيتها، من تقضيها تدفع فدية مال 5 أشهر. هذا يعني يستحسن خروجا من الخلاف، لكن ما واجب عليك، أهم شيء تقضي الأيام الفاتت. الأخ يحيى فهد من بغداد، القرض العقاري هذا اللي يقطعون منه 5 ملايين، هذا 5 ملايين فائدة ربوية وهي محرمة، وننصحك أن تكثر من الاستغفار وتدعو الله سبحانه وتعالى بقولك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، كثرة الاستغفار وكذلك بر الوالدين، حتى إذا متوفين تدعينهم يكون سبب من أسباب الرزق. كذلك بالنسبة لأم هاجر أقول لها، يعني زوجها دائما يتعرض للأمراض وفشل في العمل، هنا قد تكون مشكلة زوجتك نفسية وعقلية، يعني بمعنى بعض الناس دائما يندب حظه ويقول أنا حظي مو زين، وأنا حظي فاشل، وأنا حظي ما يقعد. فهذا يعني الترديد على النفس المستمر بسبب حدث حصل له أو أكثر من حدث يجعل الأمر يستمر ويتفاقم عنده. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. أنا أنصح كل من عنده يعني مشكلة في صحته أو رزقه، أو يهجس دائما يعني أموره تتعثر باستمرار، أن يتابع يعني بالإنترنت، يبحث عن صلاح الراشد. الحقيقة يعني الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها. صلاح الراشد يعني يتكلم عن يعني هذه نظرية يعني ندب الحظ أو ما شابه ذلك، يعني هم يسمون نظرية العقل الباطن قد تكون أحد أسباب. ويعني نحن نستشف من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا والحديث يعني فيه ضعف لكنه يعني هو بالتجربة صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفاءلوا بالخير تجدوه،
تفاءلوا بالخير تجدوه. لكن هناك حديث صحيح حتما، النبي صلى الله عليه وسلم زار شيخا كبيرا شايب مريض، فقال لا بأس معافى إن شاء الله، أو كما قال يعني دعا له بالشفاء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني هو ما حب التفاؤل مال النبي صلى الله عليه وسلم يتفول بالشفاء ويقول لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فنعم إذن، يعني مثل ما أنت راسخ بعقلك يصير بك، يعني أو هكذا يعني نفهم الحديث. ومات ذلك المريض في مرضه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التفاؤل، علمنا أنه دائما ننتظر الرحمة والفرج. التفاؤل انتظار الفرج والرحمة مع كثرة الاستغفار. لماذا الاستغفار يكون سبب من أسباب الرزق؟ لأن في كثير من الأحيان إخواننا الأعزاء يعني يكون سبب تعرقل الحاجات هو جلد الذات. يعني يقول مثلا بين نفسه، يقول أنا عندي معاصي وأنا ما أستاهل أي خير، وكل شيء اللي يصير بي من مصائب أنا أستاهلها وما أستاهل أي خير. هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يدعو الله يقول يا ربي ما فعلته من ذنب فعاقبني عليه في الدنيا حتى ألقاك ليس علي ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إنك لا تطيق ذلك، ولكن قل اللهم أسألك العفو والعافية. الله كريم، كريم، والله سبحانه وتعالى ما يخسر شيء إذا انطاك، هم يغفر لك وهم يعطيك. فلا تقول يا ربي عاقبني في الدنيا أو أنا أستاهل عقوبة. عموما يعني أم هاجر، أنا نصيحتي لزوجك يتابع صلاح الراشد، يسأل عنا محاضراته كذا إن شاء الله تنفع، ويسمعون الأخوة المشاهدين. صدقة الفطر يا أختي أم هاجر، يعني إذا تقدرون تدفعون 1500، الفقير يقدر يدفع 1500، ما يقدر يدفع 1000، يعني أقل شيء 1000. ما تقدرون تدفعون عن شخص واحد بالعائلة أو اثنين، يعني هل وين ما توصلون وتوقف عند حدها، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وقلت لأم هاجر أن ختمة القرآن لا يشترط إهداءها لأحد، لأن أصلا إهداء الثواب فيه خلاف، وإذا أهدتها لوالديها أو لحد نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وتصل. أخونا فارس من الديالة، دعاء القنوت في الوتر. الوتر المهم أن الوتر ما تشبه المغرب، هي ثلاثة، المغرب ثلاثة والوتر ثلاثة، بس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل الوتر مثل المغرب. فأكو عدة صيغ، من جملتها أنه حتى نميز الوتر عن المغرب دعاء القنوت، وهذا يعمل به الحنفية قبل الركوع والحنابلة بعد الركوع، يعني كلها صيغ إن شاء الله صحيحة. عند الشافعية مثلا يصلون ركعتين ويسلمون، ويصلون ركعة واحدة مفردة، واحدة مفردة. فإذا صلى ركعتين وسلم وصلى واحدة مفردة أيضا راح هنا تختلف عن المغرب، لأن المغرب تصلى كلهن ثلاثة سوا. فالمهم تمييز الوتر عن المغرب، إما بالقنوت وإما بفصل الركعتين عن الركعة الأخيرة. فإذا الإمام هذا يفصل الركعة الأخيرة وهو يشوف يرى هو يعني في ظني أنه ما يحتاج قنوت، خلاص ما يحتاج قنوت. وإذا قنت يعني هي كلها فيها خلاف وكل الصور صحيحة، بس المهم الغلط اللي ما مقبول أن يصلي 3 ركعات بدون فصل ولا قنوت، هذه راح تشبه المغرب وهذا منهي عنه. بيداء من السليمانية، تفضل أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين. شنك شيخنا؟ الحمد لله، تسلمون، بارك الله بكم. شيخنا عندي سؤال إذا ما صدحنا. نعم تفضلوا. سؤال الأول، حماية بالبيت يجوز أفرع قدامه وأصلي؟ يعني أخو زوجك؟ إي نعم. بعد سؤال الثاني، أخويا يسوي جنسية وابن عمه هو هذا اللي يسوي جنسية، فيريد ورقتين الله يسوي جنسية، يعني حرام لو حلال؟ يطلب ورقتين حتى يسوي جنسية. جنسية مالك أخوي. شنو مشكلة بالجنسية؟ ليش ما عنده جنسية؟ والله غسلها بالغسالة، ما ندري يغسلها بالغسالة. بدل تالف. نعم. وما يرضى يسويها إلا مسلم في ورقتين.
الله يغنينا بحلال عن حرامي، الله يفرجه ان شاء الله. حاضر ياتيكم يعني الجواب. حرام نعطي الورقتين شيخنا؟ انتم ما عليكم شيء، بس هو بيه تفصيل، يعني هو ما يصير ياخذ، يعني الموظف ما يصير ياخذ. اي والله اشرح حالتنا، يعني مو هو المفروض الجنسية تخرج مجانا، هذا من الفساد الاداري، وياتيكم التفصيل ان شاء الله، لان اكو قبلش ناس ينتظرون. الاخ انور من كركوك، تفضل انور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا بيكم اخ العزيز. شيخ عندي سؤال على مود هاي القروض مال كاستات بالعراق. نعم. اي هل هي بها ربا ام لا؟ اللي ينطون يعني ينطونك رصيد كارتات ومستعدين ان يشترونه منك، تريد تبيعه خارج المصرف يعني. ايه بيع العينه وبيع التورق، الله يفرج، والله هاي بيها مشكله. نعم هسه ان شاء الله. اي والله شيخ ابدي الاجابه. اللهم يفرج عن الناس. نعم اخي. عبد الرزاق. عبد الرزاق من الانبار، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام، مرحبتين. سنجار الله يكرمكم لكم. تفضل اخ العزيز. الله يعزك شيخ، بس بالنسبه عندنا سؤال يتعلق بصدقه الفطر لرجل فقير دفعها لاحد ائمه المساجد. دفعها لاحد ائمه المساجد، فامام المسجد ماذا يفعل؟ ما افتهمت. هو رجل فقير دفع صدقه الفطر. ايه ايه. لاحد ائمه المساجد. نعم إمام نعم. المسجد يعرف انه هذا الامور الماديه تعبانه وضعيفه، فيصير المبلغ يعني نفسه او ينقص منه او يزيد منه ويرجع لهذا الفقير. واضح 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 واضح. نعم نعم. ايه معليش، بارك الله فيك. نعم ياتيك الجواب ان شاء الله. الاخت رجاء من دياله، شوفي يا اختي الكريمه، يعني السلف انا ما يعني انت ما وضحتي شنو السلفه. السلف الشائعة الآن كلها ربوية إلا قليلا، فتقول حالتنا تعبانة ومضطرين. السلفة إذا بيها زيادة، إذا بيها زيادة مثل شون هذا قبل شوية سأل 50 مليون، يأخذون 5 ملايين زيادة وبعدين يدفع بالأقساط إلى أن يوفي 55 مليون، كأنما يعني ويقترض 50 وبالمجموع ما يوفي بالأقساط 55، فهي 5 ملايين الزايدة ربا وحرام. والربا اخواننا يعني مو بس المرابي، يعني اللي يقترض ويدفع ربا ايضا، لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فنسال الله العافيه وان يهدي الاغنياء ويهدي الدوله انه ترفع هذه الافه الشيطانيه اليهوديه من مصارفنا الا وهي الربا. والربا عظم الله من شأنه، يعني من شأن قبحه وبشاعته، وقال فإن لم تفعلوا فلكم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن الأشياء التي هي حرب مع الله ومع الرسول هو الربا. فمع الأسف بلادنا الإسلامية كلها تتعامل بالربا يمكن إلا قليلا جدا. فلذلك يعني إذا تقول مضطر، فحالات الضرورة ما أستطيع أن أجاوب بها على الهواء، لأنه ما أعرف الظروف إلا يعني أقابل الشخص وأسأل شنو نوع الضرورة. فأنت شوفي يعني أقرب يعني مفتي يمكم في ديالة، وإذا تتعنون الجامعة أبو حنيفة بالمقر المجمع الفقهي العراقي، أو يمكم بديالة مثلا شيخ ثقة عالم يعني ورع، وتحكي للوضع أو زوجك يحكي للوضع ويقدر. الأخ أبو مصطفى من الأنبار، من قال إذا رجعت البيت أروح لفلان مكان، مثلا هو قال أروح للبستان. الذهاب إلى البستان ليس عبادة، يعني ليس نوعا من أنواع العبادة، فالنذر ما يعني ما يعتبر نذر، ما يعتبر نذر. لكن لو قال إذا رجعت البيت أروح المكة أو أروح أحج بيت الله، لا هنا صارت عبادة، فعند ذلك يعني يجب وفاء هذا النذر.
إذا رحت لبيتي أزور والدي، هذا صار عبادة فيجب الوفاء بالنذر. بس إذا رحت لبيتي أروح للبستان أو أروح للمول، هذه ليست فيها نوع تعبد، فلذلك يعني هذه القاعدة العامة، يعني أنت نذرت تعمل شيء، هذا هل هو باب من أبواب العبادة؟ يجب الوفاء به. ليس باب من أبواب العبادة، لا يجب الوفاء به، هو كلام لغو. بيداء من السليمانية، حموها في البيت وتقول أنا مثلا أفرع راسي وهو موجود، طبعا يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا كانت في البيت، إذا كان في البيت أخو الزوج، ولا يجوز الخلوة ولا الملامسة ولا المزح، المزاح والميانة الزايدة مع الحمو كلها محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال الحمو الموت، قال إياكم الدخول على النساء. فقام رجل قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني يدق الباب مثل ضيف وماكو أبو البيت ما موجود، هي وحدها، فما يصير يطب البيت إذا هي وحدها. الأخ كاظم من الديالة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين. رمضان كريم عليكم شيخنا. عليكم جميعا، تقبل الله على بيك. الله يتقبل منكم أنك إن شاء الله أعمال الصالحة. الأخ شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، إذا تتوضى تصلي تقول أنوي مثل فرض العشاء الظهر، لو ما أقول قبل هي تصلي؟ ما يحتاج، بس الوضوء، تنوي فرض الوضوء أو رفع الحدث؟ يعني الوضوء أقول أرد وضوء صلاة، مثل وضوء صلاة ما حاجة عين، ما حاجة عين يا صلاة منهن. والسؤال الثاني عندي، مطلوب صيام رمضان، يعني يصير هسه فدية، لو يعني أصومهن تقضيها، كل شي فاتك تقضيه، أقضي يصير يعني وراء رمضان. أي إن شاء الله من يخلص رمضان تقضي الأيام اللي فاتتك وما صمتها. رحم الله وديك، شكنا على الرأس. بارك الله بيك، الله يتقبل يعطيك القوة والعافية. نعم، أبو عمر من الأنبار، تفضل أبو عمر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، مرحبتين. الشيخ العزيز بلد أحمد علي، كان عندي فلوس مدورة سنويا، بس مطلوب للبيت يعني أقساط مسجل على شركة، ومطلوب عاج يعني أنا مصل يعني البيت 113 مليون ومصل من عنده 40، باقي مطلوب علي تقريبا بال 75 إلى 80 مليون. نعم. وعندي راتب الحمد لله، هاي الفلوس المدورة إنه يصير اللي أعطي عليها زكاة أو لا؟ يعني عندك فلوس وبنفس الوقت انت مديون. اي والله مديون بقد الفلوس واكثر من العدل الموجود عندي، بس انا مديون للبيت يعني، وخليه للبيت، واني عندي راتب يعني اقدر اعيش بالراتب بدون يعني. تفضل الله سبحانه وتعالى. جيد، ياتيك الجواب ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، ممنون جدا. ايوه مرحبا ابو عمر، هلا بكم. نعم اخي. بيداء يعني يجب الاحتياط والستر، لا ما يصير تفرع، ما تمش لحيديها وأخو زوجها موجود. يطلب أخوها أو أخو زوجها معروف أو أخوها، المهم يطلب ورقتين حتى يعمل جنسية. إذا معقب يروح ويجي ويتابع ويراجع، هذه أجرة والأجرة حلال. بس الموظف نفسه، الضابط لوقع، الموظف اللي ينزل معلومات، المدقق، دول كلهم يجب عليهم أن يقدموا هذه الخدمة مجانا، ولا يجوز أن يأخذوا منها شيئا. إذا المعقب اضطر إلى الدفع، يعني ما يسووها إلا يدفع، فأنتم ما عليكم ذنب، المعقب ما عليه ذنب، بس الذنب على الذي يستخدم السلطة في أخذ الرشوة، والرشوة محرمة وفيها لعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. الأخ أنور من كركوك، قروض الكارتات أخي العزيز يعني بيها عدة مشاكل. أولا هو طبعا صورتها أنه يبيعوا لك كارتات بالدين بالآجل، وبعدين أنت تبيعها بنقدي، ويكون أكو فرق بين سعر الآجل وبين سعر النقدي، تشتري بعشر ملايين تبيع بثمان ملايين مثلا،
هذا إذا بعت لنفس الشخص هذا بيع العينة، وبيع العينة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. إذا تبيع لشخص آخر يسموه بيع التورق، بيع التورق عند الجمهور جائز، وعند الإمام أحمد بن حنبل يعني روايتان، رواية عن الإمام أحمد لا يجوز، يعني بيها خلاف. بس المشكلة أنه ما يكتفون بهذا، يعني يخلون الشرط الجزائي اللي تكلمت عليه بداية البرنامج. الشرط الجزائي يعني هذا أنت لما ما توفي بالموعد القسط يحملون عليك 12 دولار على كل قسط حسب ما سمعت أو ما شابه. فهذا التحميل بسبب التأخير هذا لا يجوز، وهذا ربا. ويعني هم لما يستخدمون هاي اللوفة، يعني هو يخليك تشتري كارتات وتبيعها، يبدو ظاهر الأمر على مود يتخلصون من القرض المباشر اللي هو ربوي. بس أما من حطوا الشرط الجزائي هذا هم رجعوا إلى الربا. فهذه يعني نصيحتي، وعسى أن يعني يسمعون وأن يصل يعني هذه النصيحة، أنه اللي يتعامل بهذه الطريقة يلغي الشرط الجزائي. هناك بدائل أخرى، هناك الرهن، هناك الشهادة، توثيق الدين عند كاتب العدل، يعني مهم أكو طرق أخرى. لا يجوز هذا الشرط الجزائي كله ربا صريح، وهو عين ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن الكريم وحرمته السنة. فالمهم هذه قرض الكارتات إذا خلى من الشرط الجزائي وتبيعه لشخص آخر غير اللي اشترى منك يسموه بيع التورق، فهذا جائز على الراجح والله أعلم. الأخ عبد الرزاق من الأنبار: الفقير أخي العزيز من يدفع صدقة الفطر طلعت من إيده، دفعها لصندوق الزكاة مال الوقف، دفعها الإمام جامع، دفعها الجمعية خيرية، من دفعها طلعت من إيده. فإذا الإمام رجع لها نفسها أو خبطها ويغيرها ماكو مشكلة، مدام هو مستحق. يعني هو بعض الأحيان الفقير هو يدفع صدقة الفطر، وبنفس الوقت ممكن هو يكون فقير ويستحق أن يأخذ، فيأخذ ويمطي. فإذا خلاها يعني عد وكيل بدفع الزكاة، بحيث وكيل ليس وكيل خاص، الوكيل الخاص لا، يعني الوكيل الخاص شنو؟ يعني يقول للأخو ها بالله روح شوف إنه فقير انطيها صدقة الفطر، وأخوي رجع إنه هي، هذا ما يصير. بس الوكيل العام اللي هي الجمعيات الخيرية، الإمام يعني اللي الناس تجي تجمع عنده صدقاتهم، اللي تنجمع عنده صدقات الجمعيات الخيرية وما شابه ذلك. الأخ رشيد من شمشمال صار مع ميل ما شاء الله دائما يتصل، ما أدري هو لو غيره. تفضل أخ رشيد. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله شيخي. رمضان كريم، الله تقبل علينا عليكم جميعا، تقبل الله بارك الله بك. العفو شيخي، عندي أربعة أسئلة إذا أمكن. ما شاء الله وصلى على النبي، على كيفك ويانا. تفضل. ما شاء الله البرنامج راح يخلص لو لحق لا ما لحق. نعم شيخي، يعني مثلا ونفرض نصاب للزكاة نقود الأموال 4 ملايين، عندي 4 بس مطلوب مليون لشخص آخر. نعم. هذا المليون أحسبه وأزكيه من ضمن النقود لو شلون لو طلعه؟ نعم نعم. السؤال الأول. جيد. سؤالك نعم. السؤال الثاني شيخي، الخطيب يوم الجمعة بالدعاء يرفع يديه أم يرفع اليد الواحدة ويشيل السبابة؟ نعم. السؤال الثالث، التسبيح يختصر على اليمين أو باليمين والشمال يسبح تسبيح بعد الصلوات؟ تسبيح نعم. السؤال الأخير شيخي إذا أمكن. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ جيد، بارك الله بك. جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيك. حيا مرحبا، أهلا بك رشد، حياك الله عزيز. عليكم السلام، مرحبتين. الأخ كاظم. نعم. عد اتصال، عفو. أبو عبد الله من البصرة، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، مرحبتين أخي العزيز.
شيخنا دوم احلم شلون الجن يجي لي وشلون الدخان، واقرا المعوذات ويروح مني. الله يعينك، يا الله يعينك. شنو تقصد بالجن يعني؟ يعني شوف صور؟ شو التفسير شيخنا رحمه الله؟ شو تشوف بالحلم يعني؟ شو تشوف؟ يعني مثل الدخان بالحلم، مثل الدخان. نعم نعم. تخاف ترتعب؟ تخاف من الحلم لو طبيعي؟ مثل الدخان. تخاف منه لو طبيعي؟ يصير عندك خوف رعب منه لو طبيعي؟ اي اظل اخاف منه. الله يعينك. اي اخاف من عندي، وشون الرعب يصير عندي يعني، بس من اقرا المعوذات يروح. ليش اريد؟ الله يعينك، الله يعينك. والله هذه علاجك مو يمي يعني، ان شاء الله تشوف مختص يعني يقرا لك. نعم. الاخ كاظم من دياله، انا قلت له يعني عفوا بنيه الوضوء ما حاجة تعين أنت يا صلاة راح تصلي، حتى لو ما ناوي تصلي هسه أي شيء، يعني أنت بس نويت فرض الوضوء، نويت رفع الحدث، نويت استباحة الصلاة، وإذا قلت أتوضأ على مدى صلي الظهر هم ما يخالف، ولو قلت أتوضأ على مدى صلي الظهر يصير يصلي بها العصر ويصلي بها الضحى. المهم يعني تعيين الصلاة في الوضوء ما إلى معنى، يعني ما مطلوب منك ولا يأثر في الموضوع. مطلوب صيام رمضان عليه القضاء. أي واحد يعني قصر في صيام رمضان أو أفطر بعذر أو بدون عذر يقضي ما فاته من أيام رمضان في أيام أخر، ويتوكل على الله ويصير قوي العزيمة والله يعين عليها. أبو عمر من الأنبار وراء رشيد من شمال، يعني سؤالهم متوافق. إذا واحد عنده فلوس ومطلوب للناس، عندك فلوس وانت مطلوب للناس، المقدار اللي انت مطلوب به تطرحه من المال اللي عندك. انت عندك مثل 5 ملايين، مطلوب 1,000,000، اعتبر عندك 4 ملايين، زكي 4 ملايين الموجودة، وهكذا يعني تطرح مقدار الدين الذي عليك للناس. سؤال آخر لأخونا رشيد، عند الدعاء الخطيب هل يرفع يديه؟ اعتاد بعض الخطباء رفع اليدين عند الدعاء، والراجح في السنة النبوية هو عدم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة، ولو رفع الخطيب يديه لا نعترض عليه. نعم. الأخ مقداد من الديالة، تفضل أخوي العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين. شلونك شيخ؟ هلا بيكم، حياكم الله أخي العزيز. شيخ عندي سؤال، بس شيخ يصير بليلة القدر واحد إذا ينعس ينام؟ ما عليه شيء يعني يصير واحد ينام؟ هو إذا شاف النوم قوي لازم يعني الأفضل أنه ينام حتى يستعين على بقية الصلوات. نعم ينام، ما عليه شيء. ان شاء الله. شكرا شيخ، شكرا. الله يبارك فيك، هلا بيكم. الاخ ابو محمد من الموصل. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين. شلونك شيخنا؟ هلا بيكم، حياك الله اخي العزيز. شلون كيفك؟ ممتاز، الله يبارك فيك، حيو. الله يسلمك ويستر عليك. شيخنا زكاة الفطر، زكاة الفطر أريد تبين لنا إياها، وعندي يوم هذا أول سؤال. صدقة الفطر، شو تريد من صدقة الفطر يعني؟ تسأل عن شنو؟ هذا الشقد عن نفر يصير. نعم. نطلع. نعم. هذا أول سؤال. جيد. تبين لنا على كل نفر. نعم. وعندي يوم فطرت الساعة 2 الظهر. ليش؟ هل أدفع كفارة أو أصوم مطعمه؟ ليش أفطرت؟ فطرت كنت مسافر وفطرت وقعت يعني. نعم نعم. جيد.
يعطيك الجواب ابو محمد. حاضر، الله يبارك فيك. جزاكم خير. اخي العزيز هلا بيكم. يعني هكذا، يعني هو الخطيب يعني ينبه، واذا كان عنده راي خلاص لا يجادل، يعني لا ينبغي النقاش والجدال في هذا الموضوع. التسبيح بالشمال، مذهب الجمهور ان التسبيحات اللي 33 كل اصبع بيه ثلاث مفاصل، ثلاث قطع، ففي 10 اصابع صير 30 تسبيحة، بعدين 3 يزيد يصير 33. هذا يعني التسبيح. الجمهور قال يسبح بكلتا يديه، يعني 3 العفو 15 و15 30. ابن تيمية رحمة الله عليه قال يعني واستدل بحديث عام، يعني مو حديث خاص بالتسبيح، حديث عام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء. طبعا هذا مخصوص الأشياء التي تستقدر، لا يستخدم اليسار بس في كل شيء عدا الأشياء التي تستقدر. فقال يعني هو خالف الجمهور في موضوعين، موضوع الاستياك، قال السواك باليسار لأنه إزالة قدر، أيضا اتباعا للقاعدة العامة، وقال التسبيح يكون باليمين فقط ولا يستخدم الشمال. وهذا الكلام يعني مخالف لإجماع من سبقه، والله أعلم يعني مرجوح هذا الكلام. الراجح التسبيح بكلتا اليدين. وبعدين احنا عندنا كثير من العبادات نستخدم بها الشمال، مثلا تكبيرة الإحرام نستخدم الإيدين، يعني ما استخدم بس اليمنى والله باعتبار التيامن، لا تستخدم كلتا اليدين. عموما يعني المسألة أيضا لا ينبغي الجدال فيها، لكن فقط سألنا وأجبنا. فالراجح التسبيح بكلتا اليدين. الآيات الكريمة لا إكراه في الدين وما شابه ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحقيقة لا إكراه في الدين هو المحكم، هو المحكم، والحديث مخصوص، الحديث مخصوص، لأن كثيرا من الناس لم يشهدوا أن محمد رسول الله، وكانوا في المدينة المنورة وعايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لهم بسوء. كثير مسيحيين يهود كانوا موجودين في المدينة. فالآية محكمة والحديث مؤول. نعم نعم أخي العزيز. يعني بالنسبة بس الأخ أبو محمد، يعني صدقة الفطر تدفع عن كل نفر 3000 دينار إذا كنت متوسط الحال، إذا كنت فقير تسأل أقرب شيخ يمك، أو اليوم اللي أفطرت بسبب التعب عليك فقط القضاء وليس عليك أي كفارة أو فدية. ختاما أيها الأحبة، أستودعكم الله لهذا اليوم، وعسى أن نلتقيكم في يوم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.